تقريبا عددهم يصل الى 10. فقال شاب منهم: يا شيخ، اللي واقع في، يعني على الكلمة العامية، يقول اللي مخنبز له توبة. قلت: مهما عمل إذا تاب الله يتوب عليه. قال: يا شيخ، اللي قلت مهما عمل ما في ذنب أعظم من الشرك ومع ذلك يغفره الله لمن تاب منه. قال: قلت إذا كان عندك شيء إذا انتهى المجلس بينه وبينك. أنا ما ودي يذكر ما فعل. قال: يا شيخ عادي، أنا زنيت البنت. يعني كأن الأمر سهل، كأنه يقول أنا شربت شاي. فسبحان الله، يعني بعض الناس يعني يستهين بالحرمات. أنت الآن المعصية إذا فعلتها بينك وبين ربك بإذن الله توفق للتوبة، لكن إذا جهرت بالمعصية وتبجحت بها وأخبرت بها الناس فأنت على خطر عظيم. أقول: يا إخواني، هذا الشاب، قلت له: يا فلان، أما تخشى من العقوبة؟ أنت الآن تربط علاقة مع إحدى الفتيات، أنت الآن أفسدت البنت على أهلها وجرأتها على الوقوع في المحرمات. قلت: شف، إذا لم تتوب سوف تعاقب. أنت الآن قد تقول إني توبت أطلع من عندي بتعهد، لكن الله عز وجل هو العليم الحكيم. قال: يا شيخ، أنا الآن خاطب. قلت له: وش رايك الآن، هذا جوالك وهذا الصور، أنا بحوريه النسيب، كان تحطه في الوهم وشفت الصور، وش رايك؟ قال: يا شيخ، كل شيء ينتهي. قلت له: أنت لا تخاف من الهيئة ولا من فلان، ولا راقب الله عز وجل، ترى معصية هذه ما تتعلق بك أنت، هذه تتعلق بأعراض المسلمين. الشاهد يا إخواني، نصحته وتعاهدته، طلب من عنده. أنا قلت: إذا لم تتم سوف تعاقب. ذهب من عنده. هذا قبل عام الماضي بشهر 6، السنة الماضية هذا بشهر 6، بعد مرور سنة كاملة اتصل علي هذا الشاب. قال: يا شيخ، ما عرفته. قلت: من؟ قال: فلان. قلت: الله يحييك. قال: يا شيخ، أنا بك موضوع. قلت: الله يحييك، انتظر. جاء الشاب يعني على وجهي علامة الهم والضيق، جلس. قال: يا شيخ، ليتي أخذ نصيحتك، ليتي أخذ نصيحتك. قلت: أنت تزوجت؟ قال: لي تزوجت لكن الله عاقبني. قلت: كيف؟ قال: يا شيخ، تزوجت 3 شهور وطلقت زوجتي. قلت: كيف؟ قال: اكتشفت أن لها علاقة مع أحد الشباب قبل الزواج، وخلت معه أكثر من 10 مرات. يقول: حتى يا شيخ، أني طلقتها وأنا يعني دافع، يعني مكلف على الزواج 100,000، طلقت بمسروح. فكما تدين وتدان. أنت الآن تظن أنك خلاص ربط علاقة وانتهي. شاب والله يا أخوان من الشباب، إحدى الفتيات قبض عليها مع أحد الشباب، وهي المرأة بالستر، لكن الأب، البنت عمرها تقريبا 16 17. الشاهد، أتى الأب تكلم على أحد الأخوة، مع أن الموضوع هي بالستر، لكنه تكلم تلفظ. فقال لي أحد الإخوان بيني وبينه، قال: هذا الأب قبل 20 سنة قبضنا عليه مع إحدى النساء، بس انتقل الأمر بعد زواجه بالتي. هذا واقع، مو هذا النسب من الخيال، والله إنه واقع. وغير كثير من القصص، اثنين شاب من الشباب أتى إلى سباق النخيل، يقول: هذا سبب توبتي. ويتكلم، كان معه أخته ودخل إحدى المحلات، يقول: أنا شفت لي فتاة ورحت أرقبها. يقول: وأنا أرقب الفتاة وجدت البائع بالمحل يكلم أختي ويرقبها في مكان واحد. أنت تحسب تتفق مع عمالة الناس، خلاص أختك.
وقد تكون اختك ان شاء الله عفيفة، لكن الله يعاقبك بالشك. تبي تشك تعذب. قبل فترة يا اخوان انا عند احد الشباب في احد الصراحات، قال لي احد الشباب، قال ابو محمد لي زمن من الزملاء توم تزوج، وكان يقول جالس عندي وكان يدق بالجوال عدة مرات، اخيرا فز وطلع. بعد نص ساعة رجع، قلت له فلان وش عندك؟ طلع رحت بسرعة وجيت على الألم هذه، كان ما في شيء. قلت والله تعلم. قال ها، أنا كنت أتصل على البيت والتليفون مشغول وإني شكيت بزوجتي. فيوم رحت البيت ولا أتكلم، ما تقول أختها أو أمها، لكن ليش؟ لأنه علاقات الله عاقبه بالشك. فيا شباب الإنسان يحلم يحلم ما تستفيد. هل منك ربط علاقة وتكلمت عنه ثم ماذا؟ شاب يا أخواني أسبوع الماضي، والله يا أخواني جعلوا بلاغ وفي جواله رسائل، لو علاقة مع خمس فتيات، لكن الرسائل فضلاً كلمني، يعني تدق على البنت تقول أنت كلمة ويشحن كلمة. يقول والله يا شيخ إني أشتغل أستلم 2000، والله لي تقريبا 8 شهور ما استفدت من راتبي ولا شيء. يا أخوان اللي يقع في هذه الأمور في العلاقات المحرمة والله ما يفلح إلا أن يشاء الله، يعيش في هم وغم. فكر أنت الآن، يعني أن تركض وراء السراب لا تستفيد شيئا. فكر في حياتك وهي مستقبلك. فمهما الإنسان يا إخواني وقع في المحرمات أقول يرجع ويتوب إلى الله عز وجل مهما عملت. جرب طريق الهداية لن تخسر شيئا، جرب. جاءني أحد الشباب يا إخواني في المسجد صلى معي وقال يا شيخ أنا ضايق صدري وأنا كذا وأنا كذا وأنا أنا ودي أنتهي. قلت له يدخل متى تدخل شيء؟ أنا بعطيك وصفة اعمل بها لمدة أسبوع، تعال تعلم. قال وش يا شيخ الوصفة؟ قلت أبي لمدة أسبوع إذا أدى المذن توضأ وروح المسجد وأدي تحية المسجد أو السنة الراتبة، خذ المصحف اقرأ صل مع الجماعة، بعد الصلاة يأتي بالأذكار والسنة الراتبة وطلع من المسجد، بس اسوي لها بس. بعد 5 ايام يا اخواني جاءني قال يا شيخ والله اني احسست براحه ما مرت علي في حياتي. ترى يا اخواني السعاده من شاب من الشباب، والله يا شيخ هذا هو الاستقامه، لكن يقول كنت حاجز نبريته احدى المناطق وحجز بالطريقة وسافر. قبل يسافر متصل على واحدة يقول ترى الليلة جاي، ثم يذهب إليها يقول والله يا شيخ أجيب الشدة إن المتع واللذة تجي 3 دقائق، ثم هم وحسر. يقول والله العظيم إني حاولت أن تحب عدة مرات ما في سعادة. أنا أقول شف اللي ببالك سووه، كل اللي ببالك من محمد سووه، والله ما تستاهل. هم على هم وغم على غم. يعني شاب من الشباب جاءنا في المركز قال انا جبتكم لامرين، الامر الاول لن اذكره ما له علاقه بالموضوع، لكن الامر الثاني يقول انا قبل اسبوع، يقول قبل اسبوع الساعه 2 بالليل كنت في سطح العماره كنت اكلم احدى الفتيات، يقول انا متضايق، يقول خطرت اني اذا انهيت المكالمه دي ابنتحر أبطل من على الخزان. يقول ضايق صدري كما يصلي، يقول وكنت أسافر للخلا والفجور وذكر أشياء كثيرة وعلاقات مع الفتيات. يقول أنا كلم قلت خلاص طريق بنتي أنا ما كذا. يقول يا شباب لما أنهيت المكالمة تذكرت قبل سنة ونصف كنت رايح مع بعض الشباب الرياض، كنا بثمان ودوران وتفعيل وكذا،
يقول تذكرت إني مرت من أحد المخيمات وكان الشيخ يلقي محاضرة وكان يتكلم عن الصلاة وأنها تريح القلب وأن كذا كذا. قلت ليش ما أجلت؟ يقول توضيت واغتسلت وصليت. يقول سبحان الله العظيم أحسست براحة. أذان الفجر صليت. يقول وأنا الآن جيتكم تائب وندمان راجع الله عز وجل وبكم تعالجون وضع الفتيات اللي لي علاقة بهذه.